النهاردة للغدا أنا هعمل صدور الفراخ اللي هي محشية سبانخ وجبنة. فأول حاجة هحضر الحشوة، حطيت زيت زيتون وأحط بصل وأقلبه لحد ما يكمل. كده بس البصل يدبل، هضيف عليه على طول سبانخ مفرومة. عليها رشة ملح ورشة فلفل أسود وجوز الطيب رشة خفيفة، ودي اختيارية. وأقلبها، أنا عايزة بس السبانخ تدبل. دبلت بس، حط عليها وخليها. هنا انا حطيت كيس وهاخد صدور الفراخ. خلوني اخد كده واحد. اول حاجة خلوني اتبله علشان لما افرده يشرب البهارات حتى كويس، فاحط عليه ملح فلفل، وده بهار الليمون بحبه قوي مع الفراخ والسلمون، كمان شوية بابريكا وشوية من بودرة التوم. انا ده واحد بس بوريه لكم، الباقي هعملهم مرة واحدة. وعصير ليمون، وخلوني كده ايه كده، عشان حتى لما هاجي افرده البهارات دي هتدخل فيه. هاخد كده مطرقة اللحم ونفرده. وده شكله كده، شوفوا بقى مفرود خالص بالشكل ده. نمشيهم كده، ناخدهم واحط جواها الحشوة كده. انا هخلي الجبنة للنهاية، لان لو حطيت الجبنة من دلوقتي هاجي على ما اخلص طبخ الوصفة هتكون الجبنة دابت واختفت، فبخليها للنهاية. لما تستوي احط الجبنة تدوب عشان نقدر كمان ان احنا نحتفظ بيها. خلوني احط شوية زيت زيتون. الحمد لله على السلامة. وصلوا. اهلا اهلا اهلا. بلفه كده ربع لفة علشان ياخد علامات الشوك. طبعا كده استوى. هعمل ياخد اي نوع جبنة تحبيه. انا النهارده مستخدمة جبنة جودة. اخد الشرايح كده وافتح كل واحدة احط جواها شريحة جبنة بالشكل ده.
الملوخيه كده استوت، هحط عليها واغطيها علشان تجيب الجبنه بالحراره. المنظر، شوفوا بس الجمال، منظر خطير صراحة. محتاجة زينة بس أوراق من الريحان ما تطرش. شوية خضار سوتيه مع شوية رز أبيض. أحلى غدا.